شارك وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في حفل افتتاح منتدى فيينا للطاقة المستدامة بالعاصمة النمساوية، حيث شارك في حفل الافتتاح عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الطاقة المتجددة من جميع أنحاء العالم. وقد صرح الوزير بأن مشاركته في هذا المنتدى تأتي تحضيرا لتقديم البحرين تقرير المراجعة الطوعية الوطني في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في نيويورك في يوليو القادم. وتحدث الوزير ميرزا في المنتدى بكلمة استعرض فيها إنجازات البحرين في الطاقة المتجددة والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السابع من هذه الأهداف بعنوان الطاقة النظيفة والمستدامة، والخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في تشجيع الاستثمار في هذا المجال سعيا إلى تحقيق التنمية الشاملة. وذكر الوزير أمام الحضور بأن موضوع الطاقة النظيفة في البحرين يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ومن ضمن الخطوات المهمة التي حققتها البحرين في هذا المجال هي إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. من 17 هدف من التنمية المستدامة، واحدة من أهداف المهمة هي الهدف رقم سبعة اللي هو في مجال الطاقة النظيفة والطاقة المستدامة. وأنا كوزير الكهرباء والماء من مملكة البحرين ومسؤول عن الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، اليوم حاضر علشان أقدم ورقة استعداداً للمنتدى الكبير الذي سيعقد في نيويورك. اليوم في فيينا بنقدم أفكار مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، وما هي الإنجازات التي عملتها مملكة البحرين في هذا المجال. هناك مشاريع كثيرة قامت بها مملكة البحرين، فمملكة البحرين أعدت خطتين وطنيتين. الخطة الأولى هي الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة نياب، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة رياب. وهذه الخطتين تقدمنا فيها مجال كبير، والحكومة لتتأكد من تنفيذ هذه الخطط كونت لجنة عليا برئاسة وزير الكهرباء والماء